مشاهدينا من جديد، قبل أن نكمل هذه النشرة وفي آخر خبر يظهر أسفل الشاشة كما تتابعون، لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون إثر انفجار للغاز بمحل تجاري في شارع الأمير عبد القادر وسط مدينة ثيارت. نعم، الانفجار الذي سقط على إثره ضحايا خلف حالة من الهلع و نعم وسط سكان مدينة ثيارت. عموما وللمزيد من التفاصيل نربط الاتصال على المباشر بمراسلنا من ثيارت سليمان بوداليا. سليمان مساء الخير. مساء الخير، أهلا مريم. أهلا سليمان. هل من تفاصيل جديدة حول أسباب هذا الانفجار، وهل عدد الضحايا لازال على ما هو عليه مثل ما ذكرنا منذ قليل، قتيل وثلاثة مصابين؟ نعم، هو عدد الضحايا ما زال ثابتا لحد الآن حسب معلوماتي. الواقع أن الحادث هذا نتج بسبب انفجار قارورة غاز، على ما يبدو كما قالت بعض المصادر أنه انفجار لغاز المدينة في محل تجاري لبيع الأقمشة، وقد كان الظن يدور حول فندق بالجوار، لكن تبين لاحقا أن المحل التجاري هو مكان الانفجار، وقد خلف إضافة إلى تلك الخسائر البشرية التي كانت قد ذكرناها من قبل، تحطيم لبعض السيارات كانت مركونة بالشارع نظرا لقوة الانفجار حسب شهود عين. نعم، طيب هل اطلعت ربما على وضعية المصابين؟ هل تم نقلهم إلى المستشفى، مستشفى المدينة؟ في الحقيقة نعم، مؤكد نقلوا إلى مستشفى يوسف دمرجي، وقد أثارت الانتباه صافرات سيارات الإسعاف والشرطة التي كانت تدور في المدينة، هي التي أثارت الانتباه أولا بعد أن يتبين مكان الانفجار. والذي يثير الآن مخاوف المواطنين منذ حادثة التفجير الانتحاري، هناك قلق يعني لدى المواطنين ومخاوف من اي هجمات ارهابيه اخرى، وهي التي تزيد في قلق الناس. يعني الان بعد ان تبين ان هناك غاز، الله حمد الناس الله على انها ليست شيئا اخر رغم الضرر الذي تسببت فيه. نعم، طيب سليمان، هل اثر ربما هذا الانفجار على حركه السير العام، او على ربما الاوضاع في المنطقه التي حدث فيها؟ نعم، هناك اغلاق كلي للشوارع المتجهه نحو مكان الانفجار، وحركه مرور صعبه جدا، هناك اختناق مروري كبير الى درجه اننا حاولنا الذهاب الى هناك لكن لم نتمكن لانقطاع الطرق المؤديه الى ذلك المكان. ربما بعد مرور الان حوالي ساعه عن الحادثه ربما بدات الاجراءات تخف، وربما بعدها سنتمكن من الاتصال بالمستشفى او ببعض شهود العيان. نعم، في نشرات اخرى ان شاء الله سنفيدكم بمعلومات. نعم، اذا زميل سليمان بوداليا مراسلنا من ثيارت، شكرا جزيلا لك، كنت معنا على المباشر.